بدايه الف شكر لكم على الحضور معنا اليوم والشهاده ديالكم. احنا بالنسبه لنا عندها قيمه كبيره نظرا للعمل اللي تنقولوا به واللي حاولنا ما امكن. ومشكورين غطيتوا كل الانشطه اللي قمنا بها واللي تتبين على ان كاين شفافيه وجديه في تناول موضوع المؤتمر الوطني 14 الحركة الشعبية. وهادشي اللي قلت ماشي باللسان راه بالقلب. فألف شكر لكم. بالنسبة لهذا المناسبة والمناسبة شرط اليوم تان اجتمعوا مع الأخوات والإخوان النساء ورجال الصحافة الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية. الغاية هو الإعلان على أسماء المرشح أو المرشحين وفقاً لمقتضيات المقرر التنظيمي اللي صدقت عليه اللجنة التحضيرية يوم السبت المنصرم. وراكم كنتوا حاضرين معنا في هذا اللقاء واللي إذا تعطات واحد الفترة لإيداع الترشيحات. وصلنا ل 12 ونيف ويعني تسالى الوقت نتاع تقديم الترشيحات والمرشحين اللي توصلنا بالطلبات ديالهم هو الاخ محمد أوزين والاخ دريس الزويني وفقا لنفس المقرر التنظيمي اللي صدقت عليه اللجنه. قلنا هاد الطلبات سوف تتم الدراسه ديالهم لانه المقرر يقتضي أن يتقدم كل مرشح بسيرة ذاتية وبمشروع يعني اللي تنوي يعمل عليه إلى في حالة الحصول على منصب الأمين العام. إذن هذا اللجنة اللي متكونة من مكتب اللجنة التحضيرية رئيسا وأعضاء غادي تدرس هاد الطلبين وغترفعهم للمؤتمر وفقا كذلك للمقرر التنظيمي، بحيث كل الاشغال اللي قمنا بها على مستوى اللجان الفرعيه واللجنه الوطنيه غادي ترفعوا للجان على مستوى المؤتمر للمصادقه عليهم باش ما يبقى عندنا شك. طبعا انتم شفتوا راه ما كان شي مشكل يعني يذكر. الحمد لله السبت الاخر كان شبه مؤتمر مصغر والبيبان مفتوحين والصحافة الحمد لله المحترمة حاضرة وكان مناقشة مستفيضة. راه شفتوا يعني وصلنا 5 ساعات وشي حاجة نتاع المناقشة اللي صفرت عليها بعض التعديلات على أعمال اللجان. في هذا الإطار حنا تنتمناو باش نستمروا. الغاية ديالنا هو الحفاظ على كرامة المواطن، الغاية هو إسعاد المواطن. راه كاين البعض تيقول بأن المعارضة تتساهل شوية، حنا ما تنتساهلوش. اللي قال هذا الكلام راه غلط. المعارضة اللي تيقوم بها الأخ الزين واللي قمت بها شخصيا وأنتم تبعتوا معارضة مؤسساتية تنبني على التتبع ومراقبة العمل الحكومي، تتبنى على مقترحات وعلى قوى اقتراحية. لأن راه مازال واحد يجي لا يبقى يدبس باليدين، ولكن واش هذا غادي يحرك العجلة نتاع التنمية أو لا بالعكس غادي يوقف العجلة التنمية. حنا اعتبرنا منذ البداية على أن عملنا خصو يكون عمل مؤسساتي وعمل اللي بعد على يعني المس بالأشخاص والأعراض ديالهم. احترام كبير للسيدات والسادة الأعضاء الحكومة، ولكن راه ما كاين تساهل وما غادي يكونش تساهل حتى في المستقبل إن شاء الله. الغاية هو كذلك يبقى واحد العمل مستمر. أنتم شفتوا في الفترة الممتدة بين الدورتين الفريق الحركي تقدم بـ20 طلب عقد اجتماعات اللجان، وهذا اهتم كل المواضيع اللي
مطروحة في ذاك الوقت، الموضوع ديال الفيزا، الموضوع ديال العلاقة مع تونس، الموضوع ديال غلاء الأسعار والمحروقات. وتنقولوا دي بأن لابد ما نوجدوا حل، لأن هذا الغلاء راه ما يمكنش المغاربة يستمروا فيه. علاش؟ حيت يتزاد درهم في المازوت، راه تيتزاد تقريبا درهم في بعض المواد الغذائية الأساسية. دابا حنا شفنا الزيادة الصاروخية اللي طرأت على الطعام ديال الفقير، يعني بطاطا، مطيشة، البصلة والدجاج، مصدر بروتين. ثمن الدجاج دابا وصل لواحد، علاش؟ دابا الدجاج بالثمن اللي وصل له، لأنه كاين لي فاكسان تاع الدجاج غاليين، تطبق عليهم الضريبة لاتيك ولا تي في إلى غير ذلك. حنا تنقولوا ودي الحكومة الله يجازيكم بخير، راه كاين مداخل تبارك الله اللي تزادت في الضرائب، وهذا تيدل على الحسد المواطن والمساهمة. ولكن كذلك لأن الضرائب راه جات، كل ما تزاد ثمن المحروقات كل ما النسبة المئوية تجيب مداخل إضافية. المداخل تزادت في الحمد لله بالدعم ديال المغاربة العالم، مشكورين اللي داروا مجهود في التحويلات ديالهم. هاد المداخل كذلك ضاف لها العدد الكثير على مستوى الفوسفات تبارك الله. المداخل كانت مهمة لأن الأثمنة يعني تزاد الفوسفات. هاد المداخل تزاد كذلك بفضل السياحة اللي بدأت تتحرك، بفضل التصدير، السيارات و صناعات يعني الدقيقة والمتقدمة اللي تعمل عليها المغرب. وهذا تيرجع لسياسة حكيمة صاحب الجلالة ونتاع الناس اللي يعملوا على هذا الشيء. راه ما جاش وتأسس يعني في عامين ولا ثلاث سنين، واللي قال العكس راه غلط. سامحوا لي نقول لكم، هذه سياسة ربما اللي طلبات 20 سنة شتي باش توصل نتائج على مستوى تصنيع السيارات ولا على مستوى صناعة الطائرات وغيرها، راه ما تيمكنش يجي في 3 سنين 5 سنين، مستحيل. إذا الحمد لله أمام هاد المداخل اللي تنمات، حنا تنقولوا للحكومة الله يجازيكم بخير لما شوفوا من حال الفقراء. راه ما يمكنش دابا ماشي غير يعني المواطن البسيط اللي الأمور ديالو صعبت، حتى المواطن المتوسط، متوسط الدخل. أولا إدريس زويني إطار مكتب التكوين المهني، رئيس الجامعة الترابية للمدينة سيدي حي الغرب، باحث في سلك الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وأيضا عضو مكتب سياسي لحزب الحركة الشعبية. أولا كنشكر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 14 على المخرجات ديالها. أنا بديت ترشح ديالي وفق واحد البرنامج تعاقدي مع الحركيات والحركيين. إن شاء الله كاين واحد شريحة واسعة من الحركيات والحركيين اللي يأملون إلى إن شاء الله التغيير، إحنا معاهم وإن شاء الله غنبقاو جيسكوبو إلى أن يعني نتلسى صناديق الاقتراع إن شاء الله، وغادي نعطيو الخطوط العريضة ديال هذا البرنامج التعاقدي. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.